السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الدرس ديال اليوم هو درس الكتلة الحجمية. هذا الدرس ديال الكتلة الحجمية فهو كيتعلق بدرس التناسبية، تفهمنا؟ ولكن قبل ما نبدأ الشرح، قبل ما ندوز للدرس، غادي نبغي نشكركم على التفاعل ديالكم على الفيديوهات الاخيره. كنتمنى من قلبي نكون فدتكم، نكون عطيتكم بعدا وضحت لكم او بينت لكم او سهلت عليكم الامور ديال الدروس اللي غادي تدوزوها في السادس او في السادس ابتدائي. كنبغي بهذه المناسبه نشكر كذلك، فبصراحة ما كنت متوقعة انه غادي يكون عندي هاد الفئات كاملين متبعيني. فانا انفو كنكون كنشرح الدرس او كندير شي درس، كندير في بالي انني كنشرح للتلاميذ ديال رابع خامس سادس، ولكن اللي اكتشفت انه العكس. فانا متبعيني ناس، متبعيني مجموعة ديال الفئات، الفئة ديال السادس احرار، يعني اللي كيكونوا كبارين في لاج. فاحتراماتي لكم، وكنتمنى نكون عند الحسن الظن ديالكم. ومرحبا باي تعليق ديالكم، باي تعليق، باي طلب على راسي. كذلك ما ننساش الفئه الثالثه، هي الفئه اللي دافعه للتعليم وكتحضر للكونكور ديال التعليم. فبالتوفيق لكم، وشكرا بزاف على الثقة ديالكم، وشكرا حيت كتشوفوا انني مؤهلة انني نشرح واحد الدرس، انني نوصل لكم واحد الدرس. فممتنة لكم كثيرا. نتفكر ان بزاف ديال الناس لي بلو اجي متبعيني، شكرا على الوفاء ديالكم، والله يجعلني زعما كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وما نخيبكمش. فندوزوا للدرس على بركة الله. ملاحظة اللي غادي نبغي نقول لكم على هذا الدرس هو انه موجود في المحاد، يعني الدرس ديال الكتلة الحجمية من بين الدروس اللي غيتحطوا في المحاد. دونك ركز عليه مزيان، تبع الفيديو من الاول حتى الاخير. كيف ديما ما نوصيكمش على التمارين، تمارين تمارين تمارين، كل ما خدمتوا كميه كبيره من التمارين ديال اي درس كل ما تمكنتوا من الدرس. بالتوفيق لكم جميعا، دوزوا للكور. دونك اول حاجه غنتعرفوا عليها هي الكتله الحجميه. التعريف ديالها الكتله الحجميه فهي خارج قسمه كتله جسم على حجم نفس الجسم. بمعنى يعني ان فالكتله الحجميه هي الخارج، يعني هي الحاصل ديال قسمه. اذا ديال قسمه، اذا عندي كسر قسمة شنو؟ كتلة الجسم، كتلة الجسم على حجم نفس الجسم. دونك هذه هي التعريف ديال الكتلة الحجمية. اولا الكتلة الحجمية هي لاماس فوليميك، ولكن ما غاديش الرمز ديالها هي غو. دونك كاين اللي كيقولها غو، هي في الحقيقه غو، غادي تقراوها في الفيزياء غو، ولكن في الابتدائي غيمكن لكم تقراوها، غيمكن لهم يقريوها لكم على اساس انها بي، هي بي صغيره، بي صغيره بحال هكا، بي مينيسكول، ولكن هي في الحقيقه الكتله الحجميه اللي هي لا ماس فوليميك غو. هاد غو كيفاش كتكتب؟ لاحظوا معايا بحال هكا. اذا هي بحال بي صغيره، بحال بي صغيره، بحال بي مينيسكول، ولكن هذا كيكون مايل شويه لداخل. اذا غو بحال هكا. اذا غو، اذا الكتله الحجميه تساوي كتله جسم على حجم نفس الجسم. اذا عندنا واحد الجسم، مثلا الجسم كنمكن لي نعني به ما صلب او سائل. الا كان سائل مثلا الماء، الحليب، العصير، الا او الزيت. والا كان جسم صلب بحال الحديد، الخشب، النحاس، الى ما غير ذلك. اذا الكتله الحجميه، فالكتله الحجميه فيها كتله وفيها حجم. اذا الكتله الحجميه ديال اي جسم هي خارج، يعني الخارج ديال قسمه كتله جسم على حجم نفس الجسم. نشوفوا دابا الرموز. الكتله الحجميه اللي هي غو، كتله الجسم الكتله هي لاماس، دونك ام هي لاماس
دونك خدينا الحرف الاول حجم الجسم. الحجم هو في لو فوليوم هو الحجم. وخدينا الحرف الاول اذا الكتله الحجميه اللي هي رو تساوي كتله الجسم اللي هي ام على حجم الجسم اللي هي في. اذا القاعده تصبح مثل الرياض يعني علميا او رياضيا هي رو تساوي ام على في. اذا هذه هي القاعده اللي خاصكم تحفظوا. كنتمنى تكونوا عرفتوا كل وحده شنو كتعني. رو هي الكتله الحجميه، ام هي لاماس ديال لاماس اللي هي الكتله، في الفوليوم اللي هو الحجم. نشوفوا دابا الوحدات ديال كل عنصر. كيف ما كنعرفوا كاملين ان لاماس يعني الكتله ديال شي حاجه كنقيسوها بالغرام. اذا الوحده ديال الكتله هي الغرام، والوحده ديال الحجم هي سنتيمتر مكعب. سنتيمتر أو ثلاثة. إذا شنو في نظركم غادي تكون الوحدة ديال الكتلة الحجمية أو الوحدة ديال غو شنو هي؟ هي جي على سي إم مكعب. إذا الغرام على سنتيمتر مكعب. إذا هذه هي الوحدات العالمية ديال هاد ثلاثة ديال العناصر. نشوفوا وحدات أخرى. بعض الحالات كيمكننا نلقاو الكتلة بالكيلوغرام والحجم بالديسيمتر مكعب. إذا لاحظوا معايا ضروري إذا كان عندي الكتلة بالكيلوغرام فهذا الحجم خاصو يكون بالديسيمتر مكعب. إذا غو أو الكتلة الحجمية أوتوماتيكمون شنو غتكون الوحدة ديالها؟ هي الكيلوغرام بار ديسيمتر مكعب. تفهمنا؟ كذلك لاماس كيمكن لي نلقاها بالطن. الكتلة ديال شي حاجة كبيرة كيمكن لي نقيسها بالطن، والحجم خاصو يكون متر مكعب. إذا لاحظوا معايا إلا كانت الكتلة بالطن فالحجم ضروري خاصو يكون بالمتر مكعب، أولا إلا كان عندي الحجم بالمتر مكعب ضروري خاصو يكون تكون الكتلة بالطن. فغو أولا الكتلة الحجمية أوتوماتيكمون شنو غتكون الوحدة ديالها؟ هي الطن على المتر مكعب. إذا هنا شفنا ثلاثة ديال الوحدات اللي كيمكن لي نحصل عليهم، اللي كيمكن لي نحسب بهم لوغو يعني الوحدة العالمية اللي هي الغرام على سنتيمتر مكعب، يمكن لي نلقاها بالكيلوغرام على ديسيمتر مكعب، كيف ما يمكن لي نلقاها بالطن على المتر مكعب. لاحظوا معايا بالنسبة للقاعدة ديال الكتلة الحجمية كيمكن لي نخرج منها جوج ديال القواعد. كيفاش؟ كيمكن يعطيك سؤال او تمرين يقول لك احسب الكتله الحجميه فانت غادي تطبق هذه القاعده. اما الى عطاك الكتله الحجميه وعطاك الحجم وقال لك احسب لي الكتله، كيفاش كيمكن لك تلقاها بلا ما نضيع الوقت بلا ما نشرح لكم كيفاش كنلقاوها؟ يعني يكفي انكم تعقلوا على هاد ثلاثه ديال القواعد. القاعده الاولى هي هذه القاعده ديال الكتله الحجميه، والقاعده الثانيه هو هي الا قال لك احسب الكتله. ردوا معايا البال، الا قال لك احسب الكتله فانطلاقا من هذه القاعده كنستنتج ان الكتله هي غو في في، يعني الكتله تساوي الكتله الحجميه في الحجم. القاعده الثالثه هي ملي كيقول لك كيعطيك غو وكيعطيك الام يعني كيعطيك الكتله الحجميه وكيعطيك الكتله وكيقول لك احسب لي الحجم. فمن هذه القاعده كيمكن لي نخرج القاعده ديال في، يعني كيفاش نديرو نحسبو في؟ دونك في كتساوي هي الكتله على الكتله الحجميه. اذا هنا عندك ثلاثة ديال القواعد في درس واحد. الا قال لك حسب لي الكتله الحجميه كتخدم ليه بهاد القاعده، الا قال لك حسب لي الكتله كتحسب ليه بهاد القاعده، والا قال لك حسب لي الحجم كتكتبها كتحسبها كتحسبو بهاد القاعده.
فمعلومه اخيره باش ندوزو للتطبيق اولا للتماني، هي هذه الكتله الحجميه الا بغينا نعرفوها اكثر اولا نفهموها اكثر اولا نشوفوا شنو الاهميه ديالها. دونك فاش كنحتاجوا هذه الكتله الحجميه؟ الكتله الحجميه كنحتاجوها ملي كنبغيو نشوفوا شي حاجه واش تقل من حاجه اخرى. كاملين كنعرفوا التجربه ديال الزيت والماء، كنشدو كاس كنديروا الزيت والماء وكنشوفوا شنو كيوقع. حنا كاملين عارفين ان الزيت كيطلع والماء كيهبط، علاش؟ شنو التفسير ديال هاد الحاله؟ كاملين كنعرفوا ان الزيت كيطلع والماء كيهبط، ولكن شنو التفسير ديالها؟ يعني في نظركم شنو التفسير ديالها؟ فالتفسير ديالها ان لاحظوا معي الكتله الحجميه ديال الماء كتساوي 1 كيلوغرام باغ ديسيمتر مكعب. الكتلة الحجمية ديال الماء هي 1 كيلوغرام باغ ديسيمتر مكعب، بينما الكتلة الحجمية ديال الزيت هو 0.918 كيلوغرام باغ ديسيمتر مكعب. اذا الى لاحظتي هنا ان الماء عنده كتلة حجمية اكبر من الزيت، راه هذا هو التفسير علاش الماء كيهبط والزيت كيطلع، حيت الكتلة الحجمية ديال الماء كبر من الكتلة الحجمية ديال الزيت. بهذا كنكونوا سالينا الفقرة ديال الدرس اولا الفقرة ديال الشرح ديال الدرس. دوزو دابا للتمارين. اذا لاحظوا معايا التمرين الاول، فالتمرين الاول كيقول كتلة قطعة من الفولاذ، اذا انا هنا الجسم اللي غادي ندرسو هو الفولاذ، اذا كتلة قطعة من الفولاذ هي 4.5 غرام. اذا الكتلة شنو هي الكتلة؟ كنكتب لدينا اهم حاجة في التمرين هو التنظيم. كل ما نظمتي الاجوبة ديالك والمعطيات كل ما حس بيك الاستاذ انك فاهم الدرس ومتمكن منه. فانا المعطيات اللي كيعطيني كنترجمها على طريقتي. لدينا اذا قال لك الكتلة شنو كنعرفو ان الكتلة شنو هي؟ هي ام، هي لاماس. اذا الكتلة كتساوي 4.5 غرام وحجمها 7 سنتيمتر مكعب. اذا شنو عطاني هنا؟ الحجم، والحجم هو في تساوي 7 سنتيمتر مكعب. اذا هادو هما المعطيات، هما داكشي اللي عطاوني، عطاوني لاماس وعطاوني الفوليوم. اذا السؤال ما هي الكتلة الحجمية للفولاذ؟ اذا هما شنو بغاو يطلبوا مني؟ هاد غو شحال كتساوي؟ فكنشي انا كنكتب لهم القاعدة، نعلم ان، ويستحسن ان القاعدة نكتبوها بلون مغاير، غو كتساوي ام على في. من بعد شنو كندير؟ كندير تطبيق عددي. اذا غو تساوي ام اللي هي 4.5 على في اللي هي 7، ونحسب 4.5 على 7 كتساوي 0.642. لاحظوا معايا نركز اولا نحاول ما ننساش الوحده. اذا الوحده ديال غو اولا الكتله الحجميه هي نشوف الام باش هي الجرام على، ونشوف الفوليوم يعني الحجم شحال هي سنتيمتر مكعب. هنا كنكون صافي حسبت داكشي اللي طلبوا مني اننا نحسبوا اللي هي الكتله الحجميه. ندوزو للتمرين الثاني. اذا التمرين الثاني كيقول ما هي كتله 2 متر مكعب من الزيت، علما ان الكتله الحجميه للزيت هي 0.918 كيلوغرام باغ ديسيمتر مكعب. اذا نعاودو نقراو السؤال باش نخرجوا منه المعطيات. دونك لدينا، من نكتبوا لدينا نكتبوا المعطيات. ما هي كتلة 2 متر مكعب؟ اذا هاد 2 متر مكعب، نتوما الا قريتوا الكتلة غادي تقولوا بلي هاد 2 متر مكعب هي كتلة. دونك ام كتساوي 2 متر مكعب. نقول لك لا، الكتلة شنو هي الوحدة ديالها؟ هي الجرام او الكيلوغرام او السنتيغرام او الديسيغرام، ولكن انا عندي هنا المتر مكعب. حنا كنعرفوا ان المتر مكعب الوحدة ديالاش؟ الوحدة ديال الحجم. اذا هنا في كتساوي 2 متر مكعب. ردوا البال مزيان لهذه القضيه، راه دائما كناكد عليها. ردوا البال تشوفوا الكتله غتقولوا اذا هذه هي الجرام. لا،
دائما سير الوحده، شوف الوحده عندك المتر، اذا المتر الوحده ديالاش، حنا كنعرفوا ان المتر الوحده ديال الحجم. اذا ما هي كتله؟ دونك ما هي كتله؟ اذا شنو هو السؤال؟ هو اننا نحسبوا الكتله. دونك اذا ام هي اللي ما عندناش، وهي اللي طلبوا منا اننا نحسبوها. دونك من الزيت، علما ان الكتله الحجميه، الكتله الحجميه للزيت هي، اذا هنا عطاونا غو، اذا غو كتساوي 0.918 كيلوغرام بار ديسيمتر مكعب. فلاحظوا معايا قبل ما نكتب القاعده وندير تطبيق عددي، دائما ردوا البال للوحدات، الوحده. لاحظوا معايا هنا عندي الكيلوغرام بار ديسيمتر مكعب، وهنا عندي المتر مكعب. اذا شنو؟ اذا لاحظوا معايا هنا عندي ديسيمتر مكعب، وهنا عندي المتر مكعب. انا شنو خصني؟ خصني الوحده اللي عندها، اللي كاينه في غو، اللي كاينه في الوحده الحجميه. اذا هاد جوج متر مكعب خصني نحولها للديسيمتر مكعب، اللي باقي ما متمكنش من التحويلات. كنأكد على التحويلات غادي تحطوا في الموحد، رجعوا القياس الطول، القياس الحجم، قياس المساحه، قياس الوحدات الزراعيه، هادو كاملين كاينين في القناه. اذا هذه هي قياس الحجم، رجعوا الفيديو وحفظوا جدول التحويلات. اذا جوج متر مكعب هي 2000 ديسيمتر مكعب. هنا يكون كتب عندي نفس الوحده. اذا نكتبوا القاعده، نعلم ان، كيف ما قلت لكم نكتبوها بلون مغاير. اذا ام، القاعده ديال ام، لا ماس الكتله، فهي غو في في، يعني الكتله الحجميه في الحجم. ندير دابا كيبقى لي تطبيق عددي. اذا ام كتساوي غو اللي هي الكتله الحجميه 0.918، غادي نضربها في الحجم اللي هو 2000. اذا نحسب هي 1836. ما ننساش القياس، القياس الوحده، الوحده ديال لاماس شنو هي؟ هي لاحظوا معايا الكيلوغرام. اذا بهذا كنكون ساليت الدرس ديال الكتله الحجميه. كنتمنى من قلبي تكونوا استفدتوا وفهمتوا الدرس. ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات مقبله. بالنسبه لواحد الفئه اللي كتطلب مني نماذج ديال الامتحانات او ديال الموحد، فانا ما يمكنش ليا دابا حاليا انني نبدا نماذج ديال الامتحانات وانا باقا ما ساليت الشرح ديال الدروس. فغي فهموني، خليو ليا باقي شويه الوقت باش نخدم لكم، باش على الاقل نحط لكم الدروس اللي عندكم في الموحد. من مورا ان شاء الله الشهر الجاي كنظن، يعني في الاول ديال شهر 6 نبداو ديك ساعه نماذج الامتحانات، تكونوا هكا فاهمين الدروس كاملين وانا شارحهم، ودائما كاينين في القناه، يعني بامكانك في كل وقيته ترجع ليهم. دونك نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم على خير.